بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 84 بعد 200. الحمد لله والشكر لله ولا نعبد إلا إياه، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد، ففي معرض رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الذين يثبطون عن طلب الرزق اعتمادا على القدر، يقول رحمه الله: قد حكي لأحمد بن حنبل أن بعض الغلاة الجهال بحقيقة التوكل كان إذا وضع له الطعام لم يمد يده حتى يوضع في فمه، وإذا وضع يطبق فمه حتى يفتحوه ويدخل فيه الطعام، فأنكر ذلك أشد الإنكار. ومن هؤلاء من حرم المكاسب، وهذا وأمثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره، فإن الله خلق الخلق بأسباب وشرع للعباد أسبابا ينالون بها مغفرته ورحمته وثوابه في الدنيا والآخرة. فمن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه، وأن المطالب لا تتوقف على الأسباب التي جعلها الله أسبابا لها، فهو غالط. فالله سبحانه وإن كان قد ضمن للعبد رزقه وهو لا بد أن يرزقه ما عمر، فهذا لا يمنع أن يكون ذلك الرزق المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد وغير فعله. وأيضا فقد يرزقه حلالا وحراما، فإذا فعل ما أمره به رزقه حلالا، وإذا ترك ما أمره به فقد يرزقه من حرام. ثم بين الشيخ رحمه الله فائدة الدعاء والتوكل، وأنهما من خير الأسباب الجالبة للرزق والخير، فقال: ومن هذا الباب الدعاء والتوكل. فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأثير له في حصول مطلوب ولا دفع مرهوب، ولكنه عبادة محضة، ولكن ما حصل به حصل بدونه. وظن آخرون أن ذلك مجرد علامة، يعني على حصول المطلوب، والذي عليه السلف والأئمة والجمهور أن ذلك من أعظم الأسباب التي تنال بها سعادة الدنيا والآخرة. وما قدره الله بالدعاء والتوكل والكسب وغير ذلك من الأسباب، إذا قال القائل: فلو لم يكن السبب ماذا يكون؟ بمنزلة قول القائل: هذا المقتول لو لم يقتل هل كان يعيش؟ وقد ظن بعض القدرية أنه كان يعيش، وظن بعض المنتسبين إلى السنة أنه كان يموت، والصواب أن هذا تقدير لأمر علم الله أنه يكون، فالله قدر موته بهذا السبب فلا يموت إلا به، كما قدر الله سعادة هذا في الدنيا والآخرة بعبادته ودعائه وتوكله وعمله بالصالح وكسبه، فلا يحصل إلا به. وإذا قدر عدم هذا السبب لم يعلم ما يكون المقدر، وبتقدير عدمه قد يكون المقدر حينئذ أنه يموت، وقد يكون المقدر أنه يحيا، والجزم بأحدهما خطأ. ولو قال القائل: أنا لا آكل ولا أشرب، فإن كان الله قدر حياتي فهو يحييني بدون الأكل والشرب كان أحمق، كمن قال: أنا لا أطأ امرأتي، فإن كان الله قدر لي ولدا تحمل من غير ذكر. ثم قال الشيخ رحمه الله: إذا عرف هذا فالسالكون طريق الله منهم من يكون مع قيامه بما أمره الله به من الجهاد والعلم والعبادة وغير ذلك عاجزا عن الكسب،
كالذين ذكرهم الله في قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، والذين ذكرهم الله في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالصنف الأول أهل صدقات، والصنف الثاني أهل الفيء، كما قال تعالى في الصنف الأول: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير، إلى قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. وقال في الصنف الثاني: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى قوله للفقراء المهاجرين. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فذكر المهاجرين والأنصار، وكان المهاجرون تغلب عليهم التجارة والأنصار تغلب عليهم الزراعة. وقد قال للطائفتين: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فذكر زكاة التجارة وزكاة الخارج من الأرض وهو العشر أو نصف العشر أو ربع العشر، ومن السالكين من يمكنه الكسب مع ذلك. قد قال تعالى كما أمرهم لما وقد قال تعالى لما أمرهم بقيام الليل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فجعل المسلمين أربعة أصناف: صنفا أهل القرآن والعلم والعبادة، وصنفا يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وصنفا يجاهدون في سبيل الله، والرابع المعذورون. وأما قول القائل إن الغذاء والقوام من فعل الله فلا يمكن طلبه كالحياة، فليس كذلك، بل ما فعل الله بأسباب يمكن طلبه بطلب الأسباب، كما مثله في الحياة والموت، فإن الموت يمكن طلبه ودفعه بالأسباب التي قدرها الله. فإذا أردنا أن يموت عدو الله سعينا في قتله، وإذا أردنا دفع ذلك عن المؤمنين دفعناه بما شرع الله الدفع به. قال تعالى في داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وقال تعالى: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وقال تعالى: فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهذا مثل دفع الحر والبرد عنا هو من فعل الله في اللباس والاكتساب، ومثل دفع الجوع والعطش هو من فعل الله بالطعام والشراب، وهذا كما أن إزهاق الروح هو من فعل الله ويمكن طلبه بالقتل، وحصول العلم والهدى في القلب هو من فعل الله ويمكن بأسبابه المأمور بها. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.